ومعنا من برلين الأستاذ إبراهيم كبان، الباحث السياسي المختص بالشؤون الأوروبية. أستاذ إبراهيم، أهلا بك معنا على شاشة الغد. هل يمكن اليوم القول بعد هذا الاتفاق أن سنشهد في الأيام المقبلة تضامنا أوروبيا فيما يخص التنسيق في ملف المهاجرين وطالبي اللجوء؟ أصبحت أوروبا على قلب رجل واحد إذن؟ تحياتي القلبية. حقيقة أوروبا كانت تبحث عن حلول خلال الفترات الماضية حول موضوع اللاجئين الذين اتفقوا حقيقة بعد 2015 إلى دول الاتحاد الأوروبي وبأعداد هائلة جدا، وخاصة بعد زيادة الأزمات في الشرق الأوسط، فكان هناك حقيقة أعداد هائلة جدا من شمال أفريقيا وأيضا من الشرق الأوسط، وكان الاتحاد الأوروبي يبحث الآن حول إيجاد حل لهذه المعضلة التي يعني وقفت دون حلول. كانت هناك بعض الدول يعني تعطل آلية إيجاد حل حقيقي، وهو أن تكون الدول المحيطة قريبة من الدول والدول التي تستقبل اللاجئين أن تجد فيها حلول، أن يبقى اللاجئين فيها فترة، أن يكون هناك ضغط مالي لهذه الدول من أجل الدفاع عن اللاجئين، وثم تختار الدول الأوروبية لقبول بعض العوائل أو الرابطة الشبابية من أجل الاتصالات في دول الاتحاد الأوروبي. ولكن كان دائما هناك وجه التعطيل في هذه المفاوضات أو المحاولات الأوروبية. يعني أكثر الدول المتضررة من عملية اللجوء هي ألمانيا، باعتبار ألمانيا هي استقبلت أكثر عدد من اللاجئين، وبالتالي كانت الأعباء الاقتصادية وأيضا مسألة اللجوء تطبق على ألمانيا، وبالتالي مثل هذا الاتفاق سيريح ألمانيا كثيرا، وأن توزع عملية الأعباء على كافة دول الاتحاد الأوروبي، وأن تكون هناك آلية من أجل استقبال اللاجئين. ولكن أيضا هناك بعض الدول التي رفضت هذا الاتفاق أو صوتت ضد هذا الاتفاق كالمجر وبولندا، وبعض الدول أيضا لم تصوت على هذا القرار، فبالتالي هل يمكن القول اليوم أن كل أوروبا على قلب رجل واحد فيما يخص هذا الاتفاق، أم سنشهد في الأيام المقبلة أيضا بعض الخلافات؟ لأن قيل من لم يلتزم بالآلية سيدفع 20,000 يورو عن كل مهاجر. بالنسبة لأوروبا لن تكون على قلب رجل واحد، هناك فروقات اقتصادية بين الدول الأوروبية، وبالتالي هذه الفروقات تبقى، يعني دول هناك دول غنية جدا وهناك دول فقيرة في أوروبا، وبالتالي الدول الفقيرة دائما تبحث عن مصالح من خلال مسألة اللجوء. لا ننسى أيضا مرور اللاجئين من هذه الدول أن يعني تساعدها في التمويل، بحكم هناك عصابات البشرية الكثيرة في الدول التي تحتاج إلى المال، وبالتالي كانت تعيل هذه الدول في مساعدات كثيرة، وبالتالي كانت أيضا لهذه الدول ضغوطات على الدول الغنية من أجل الدفع. وبالتالي مسألة أن تكون أوروبا على قلب رجل واحد من أجل قضية اللجوء هذا غير ممكن في المنطقة، لكن هذه الحلول هي حلول إجبارية، لن تساعد ألمانيا والدول الغنية في أوروبا التي ليس لها قدرة في استقبال اللجوء، وبالتالي اعتبارا يعني هذه الاتفاقية كانت هو حجر الأساس في قضية قبول أوروبا أو الدول الغير غنية اللي نسميها الدول المتوسطة أجل تحمل مع الدول الغنية هذه العبء، وبالتالي هذا ممكن. ألمانيا خرجت من هذا الاتفاق منتصرا، كانت إيطاليا منزعجة كثيرا، أسبانيا أيضا ويونان، لأنها دول الطبقة التي تستقبل أكثر عدد من اللاجئين. صحيح، شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم كبان، الباحث السياسي المختص بالشؤون الأوروبية، كنت معنا مباشرة من برلين، شكرا لك.